كابتن مصطفى كمال، رحلة طويلة جدا في عالم حراسة المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأنا هسيبك تختار. نبدأ مع مصطفى كمال، حارس المرمى المناضل في زمن الكبار اللاعب أو في حراسة المرمى، ولا نبدأ برضو مع مصطفى كمال حارس المرمى المخضرم في زمن الكبار الخبير؟ نبدأ مع إن هنسيبك النهاردة، سيبه النهاردة يختار. لا حضرتك تبدأ بإيه؟ لا طبعا معاك هو البداية. هو طبعا يعني احب طبعا ابتدي طبعا بالفتره اللي انا طبعا لعبتها في النادي الاهلي. يمكن انا ابن النادي الاهلي، يمكن ابتديت في النادي الاهلي وانا عندي 8 9 سنوات من ابناء النادي الاهلي، مدرسه الكوره. قعدت حوالي 17 سنه في النادي الاهلي، يعني انا سبت النادي الاهلي سنه 2000، ويمكن النادي الاهلي ليه فضل علينا كبير جدا، وتعلمنا في النادي الاهلي ازاي ان احنا يبقى عندنا انتماء، وازاي ان احنا يبقى عندنا ازاي ننتمي لاي فرقه بنلعب لها، وازاي يبقى عندنا امانه في شغلنا. ويمكن انا تحضرني قصه، انت بتنهاني كان مدربي في ام بي، فاحنا كنا بنلعب في بطوله عربيه في الاردن، وكانت الجاليه المصريه جت تشجع نادي ام بي طبعا، فقالوا لنا احنا جايين عشان خاطر كابتن هاني لعيب نادي الاهلي، وكان كابتن علاء عبد الصادق مدير الكوره، وعشانك والناس اللي بتاع. فدي حاجه جميله تبين طبعا قيمه النادي الاهلي حتى في الوطن العربي كله، اللي هو يعني في اي مكان بنروحه طبعا احنا بنعتز بان احنا كنا بننتمي للنادي الاهلي ولعبنا في النادي الاهلي ومثلناه. والحمد لله يمكن انا تدرجت في فرق الناشئين لغايه لما يمكن انا صعدت الدرجه الاولى وانا عمري 16 سنه. فتره صغيره. حتى عشان كده الناس كانت بتقول ان مصطفى قعد فتره كبيره ما لعبش، لان انا كنت صاعد يعني صغير في السن. وبرغم من هذا يمكن اول مباراه ليا رسميه كان في الدوري، كان في حوالي 23 سبتمبر سنه 93، كان عندي 19 سنه. يعني كابتن شوبير كان مباراه القناه لعب هو وانا نزلت مكانه، ودي كانت اول مباراه رسميه حتى التاريخ انا حافظه، لان ده تاريخ مهم جدا، ان هي اول بدايه طبعا مع النادي الاهلي.